جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يا شيخ، هل يجوز أكل لحم المضطر من مرض أم أن هذا حرام؟ لحم المضطر؟ نعم. أو أكل الميتة؟ أكل الميتة، نعم يا شيخ. نعم، المضطر الذي لا يجد غير الميتة ويخشى من الموت له أن يأكل منها ما يبقي عليه حياته. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعم.